وأحب أن أوضح بأن العمل التطوعي هو عمل خيري مرتبط بالخير والإحسان وهو عمل إنساني. وبما أن جمعية أبواب الرحمة هي أحد الجمعيات التي تأسست في 2011 ومن أهدافها متعددة ومنها إقامة المشروعات التنموية التي تساهم في تقديم حلول للمحتاجين والأسر المحتاجة وإقامة الدورات التدريبية لمختلف التخصصات حتى تستطيع المتدرب الحصول على حرفة أو مهنة ولتكتسب منها، وخاصة لمن تعوزها الظروف، مساهمة في تخفيف معاناة بعض الأسر ومساعدتها. أما دور المرأة في العمل التطوعي فلا يخفى علينا جميعا ما قامت وما تقوم به من أعمال خيرية في شتى المجالات المعنوية المادية وتقديم الخدمات والدعم والمساعدة للمحتاجين والفقراء والمرضى ولذوي الاحتياجات الخاصة. ونعرف أن أغلب الجمعيات الخيرية هي جمعيات نسائية أو أكثرها نساء. والجهد الذي تبذله المرأة في العمل الذي تقوم به هو عمل تطوعي وبلا مقابل، خدمة للمحتاج وخدمة للمجتمع. وبيكون بقناعة وبرضا تام منها. نعم. أستاذة صالحة، أنت كرئيس جمعية أبواب الرحمة للأعمال الخيرية استطعتن أن تقمنا بعمل تطوعي له فائدتان: الأولى توفير فرص عمل، والثانية توفير مبالغ للأعمال الخيرية. هل من الممكن يعني أن توضحي لنا هذا بشكل أوسع؟ نعم، سأوضح بعد شرح على أبرة الأعمال اللي قمنا بها في خلال مرحلة العمل في الجمعية. طبعا الحملات اللي قمنا بها بمشاركة أو تعاون من بعض الجمعيات الأخرى في نقل مساعدات كانت طبعا بمشاركة الجمعيات. المساعدات كانت على الحدود الليبية التونسية وأيضا في الجنوب الليبي وبعض المناطق المجاورة. تتمثل هذه المساعدات في الملابس والأغطية وغيرها من المساعدات، أيضا مساعدة بعض الأسر المهاجرة من مدينة بنغازي وتزويدها بما تحتاجه أو ما ينقصها من أتات أو فرش أو مساعدة المقيمين أو كما نقول احنا في مؤسسات الإصلاح والتأهيل. نعم. حتى أن قمنا بزيارتهم ومساعدتهم، وبرضه حتى في الهجرة الغير شرعية ومحتاجونهم من ملابس أو بعض الأشياء اللي بيحتاجوها. هناك أعمال أخرى تطوعية قمنا بها وهي مشاركة ومساهمة في الاحتفاليات، ومنها قمنا باحتفالية خاصة للأطفال المصابين بمستشفى الأورام، واحتفالية بمشاركة إحدى الحملات التي كانت بمصرف الأمان والذي يسكنه أغلب العائلات المهاجرة من مدينة بنغازي. طبعا العمل الخيري والتطوعي متنوع ومتعدد، ومن استعداداتنا لهذه الأيام وخاصة ونحن على أبواب شهر رمضان المبارك، إن شاء الله ربي يعود علينا بالصحة والعافية يا رب أجمعين. آمين. قمنا بإعداد كشف الأسر الفقيرة جدا والمحتاجة واللي أمس الحاجة للمساعدة. قمنا بإعداد كشف بأسماء لهذه العائلات، حيث سنقوم في القريب العاجل بإذن الله قبل شهر رمضان بزيارتها وبتسليمها مبلغ من المال على الأقل حتى يساعدها في الظروف الحالية.